أمة الإسلام، ما أجود رحمة الله، وما أوسع عطاه، وما أطيب الأنس به. سبحان من في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الآية تدفع بهذه القلوب القاسية لتلين بذكر الله عز وجل، وتخشع وتتوب وترجع وتترك ما كانت عليه من الذنوب والمعاصي التي تغضب رب الأرض والسماوات. سبحان من تسبح له السماوات بأفلاكها، والنجوم بأبراجها. ما زال الله سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده بالعطايا والنعم، وما زال الخلق يتبغضون إليه بالمعاصي والرزايا والنقم. والبحار بأحيائها وأمواجها، والجبال بقممها وأوتادها. أما أن لأسير الشهوة أن يتوب؟ أما أن لأسير الشهوة أن يتوب؟ فإلى متى الغفلة؟ وإلى متى المعصية؟ فإن الله يمهل ويمهل ويمهل، ولكنه إن أخذ عبده لم يفلت. وإن عذاب الله لشديد، وإن عذاب الله لشديد. أما أن لصاحب الشاشة الصغيرة والكبيرة أن يتوب إلى الله فيما يسمع وفيما ينظر إلى الحرام؟ وقد جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، يخاف من قط أو من أب أو أم يدخل عليه إلى غرفته وهو يتابع الحرام فوق الحرام والحرامة والحرام، ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى والله ينظر إليه. إن هذا لشيء عجاب، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. أما أن لقاطع الرحم أن يتوب وأن يصل رحمه، وإن جهلوا عليه وسفهوا أحلامه وهو يتصبر عليهم يبتغي فيما عند وجه الله سبحانه وتعالى؟ أما أن للعاق لوالديه أن يتقي الله فيهما وإن أغلظ عليه؟ أما أن لآكل الرشوة أن يتوب؟ أما أن لآكل الربا أن يتوب وأن يؤوب؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما أن لك حبيبي في الله يا شارب الدخان أن تتوقف عن شرب هذا السم، وأن تستبدله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنت تؤذي نفسك وتؤذي أهلك وتؤذي زوجك وتؤذي أملاك الله عز وجل من حولك، وأنت تعلم يقينا أن الله سائلك عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ قل كفى، قل كفى للمعاصي، فإن الذنوب تزيل النعم. يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى.